اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من لايف كلينك. حلقتنا ممتده لمده ساعه على الهواء مباشره. للاتصال بينا من اي تليفون ارضي 2575681010. هقوله تاني 2575681010. حلقتنا النهارده مقسمه لفقرتين. الفقره الثانيه هتكون مع استاذ دكتور شورى يوسف استاذ طب الاعصاب بجامعه الازهر. والفقرة الأولى معانا، أنا قلت الثانية ولا الأولى؟ الثانية. قلت الثانية. طيب الأولى بقى مع دكتور أحمد كامل استشاري النساء والولادة بالقصر العيني. أهلا بحضرتك معانا، منورنا. Thank you for having me. شكرا. دكتور، أي حد، أي ست أو راجل بيتجوزوا في بداية حياتهم، أول حاجة بيفكروا فيها وكأن ما فيش أي حاجة ممكن تشغلهم في حياتهم غير أنهم يخلفوا. تمام. ما فيش بقى بيت لازم يتعمل ويكمل، ما فيش قصات لازم نخلصها. لا لا، نخلف ومش مهم. والله ده أدفايس أنا بنحب نديه للكابلز اللي متجوزين جداد كلهم، أنهم take your time، لأن احنا في مفاهيم خاطئة جدا عن العقم. هو يعني بيبقى في ضغط نفسي من الاهل ومن المجتمع ان هم لازم within شهر شهرين يكونوا pregnant. فده طبعا ده مفهوم خاطئ جدا. احنا لو نبص على يعني الديفينيشن بتاع العقم، هو عباره عن تاخر الحمل لمده سنه مع وجود علاقه زوجيه مستمره بدون طبعا استخدام وسائل منع الحمل. الواحد بيلاقي بيشنت جايه في العياده معاها مامتها وبتقول لك متجوزه بقى لها شهرين وما حصلش pregnancy. فمن ده حاجه طبيعيه جدا، ده ما فيش، يعني المفروض 25% بس من الكابلز هم اللي بيحملوا في اول شهر، maybe 60% عند 6 شهور، 75 عند 9 شهور، and 90% at 1 year. فاحنا هي بعد السنه دي هو يتبقى بس ال 10% دول اللي بنبدا نشوف البروبلم ايه بالظبط، ويعني تبقى الديفرنت فاكتورز او العوامل المختلفه اللي ممكن تاثر على الموضوع ده. فاحنا عندنا كذا عامل طبعا للتاخر الحمل. اول حاجه طبعا وده اللي هو البيسك اللي المفروض نرول اوت من الاول، الزوج بيمسكوا بقى الست. انا عشان لسه ولاده فبدافع عن الستات الصراحه، يعني بيمسكوا بقى الست من الاول، تعملي اشعه صبغه وتعملي ما اعرفش ايه وتحليل هرمونات. اول حاجه خالص هو سيمن اناليسز، نعمل تحليل سائل منوي للزوج. لو طلع فري وما فيهوش حاجه خلاص بنموف اون تو ذا نيكست بروبلم. لكن احنا اهم حاجه بس نتكلم عربي عشان الناس بتتفرج علينا. نمشي على نشوف اللي هي المشكله فين. لو في مشكله في السائل المنوي، طبعا المشكله في الزوج بتبقى تقريبا من 20 ل 40% من الحالات، بس بنقول ان هو الاسهل نبتدي بيه طبعا، بحيث ان احنا ما نعرضش الست بقى بالظبط. نشوف اللي هي لو مشكله واضحه وصريحه خلاص يبقى عرفنا المشكله فين، ودي بتبقى بتمثل لحضرتك من 25 ل 40% من الحالات بتاعتنا. بس هي المشكله برضو نتكلم عنها يا دكتور عشان توضحها للمتفرجين. الزوج عشان تاخده تخليه يعمل حاجه من دي بتبقى كبيره عليه، ما اعرفش برضو ليه. صحيح، عندنا يعني في اجزاء دي معينه في مصر بتعتبر ان العقم و يعني الرجوله او سمات الرجوله حاجه واحده، وده ما يهمش دعوه بعض خالص. ممكن يبقى في علاقه زوجيه طبيعيه جدا مفيش مشكله، بس في نفس الوقت في خصائص معينه في السائل المنوي بتبقى ضعيفه، العدد قليل شويه، الـ 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 الحركه بتاعه السائل المنوي اللي هي الحيوانات المنويه ضعيفه، الاشكال اللي هي الغريبه للحيوانات المنويه. يا سيدي ربنا مش كاتب لك انك تخل، مش شرط. او في حاجات، في حاجات يعني في هيلب، يعني في ممكن حاجات ممكن يعملها بادويه بسيطه بتغير الموقف تماما يعني. فبالنسبه لنا طبعا بتبقى اسهل حاجه زي ما حضرتك بتقولي، والمفروض دي ما فيهاش مش عيب يعني. ما طبعا يعني بالظبط، يعني اصل ده حاجه بتبقى بتاعت ربنا. لو انت في عندك بس ده لا يمنع ولا يقلل من رجوله الرجل ان هو ما يخلفش، مش مهم. يعني هو الست لما ما تخلفش هيقلل من انوثتها، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. طيب جه حضرتك تنصح امتى العرير والعروره العريس والعروسة يعني يبتدوا يلاقوا بقى فعلا ويحسوا ان الموضوع بقى صحيح؟ هو ده اتس ا فيري جود بوينت، يعني دي نقطة مهمة جدا. هو احنا قلنا هو المفروض سنة صح؟ طيب ممكن السنة دي يعني يبقى في اكسبشن، يعني ممكن نقول ما نستناش سنة. امتى بقى زي ما حضرتك بتقولي السن بيكون متقدم شوية، يعني طبعا بتبقى مش كبيرة يعني، بس فوق 35 سنة لو بنعتبر ان الخصوبة بتبدأ تقل شوية. هي طبعا 35 سنة مش كبيرة، بس قليل ان الخصوبه بتبدا تقل شويه. ففوق 35 سنه ولسه متجوزه فاين، ممكن نبدا نعمل شويه بس حاجات بسيطه كده نتاكد. بيكون بقى مثلا عندها مشاكل اخرى باينه، مثلا واحده مثلا ما بيجيلهاش بيريود،
الدوره ما بتجي لها كل 3 شهور مره، طب ما اكيد كده في مشكله، اقول لها لسه استني سنه ولا سنه وشويه وبعد كده تبدا تجيلي، لا ممكن يبقى فيش تبويض، في بروبلم معينه نلحقها. واحده مثلا عندها نزيف شديد بيجي لها الدوره بنزيف كل شهر، في حاجه واضحه وضوح الشمس بالظبط، في بروبلم واضحه مش هتخليني بقى استنى سنه. صح. واحده بيجي لها مثلا افرازات والتهابات كتير، طب يبقى كده ده بيخلي المناخ العام في المهبل مش قابل للتخصيب او النساء المنوي يوصل للسكه بتاعته، فساعتها بقى بناخد شويه ستيبس كده اهو بس نشوف يعني المشكله دي هل دي تتعارض مع الحمل ولا لا، يعني ممكن يبقى في بروبلم تاخرها ما تاخرهاش. هل ممكن نستنى اكتر من سنه؟ ممكن في الحالات مثلا لو واحده لسه مخلفه بترضع، يعني الحاجات دي طبعا ممكن نستنى اب تو 2 ييرز، لان طبعا لا خلينا بدون في الحاجات اللي هي مفيش خلفه هي لسه ما خلفتش. هل ممكن مثلا افرض ان ست وراجل متفقين ان هم ما يخلفوش اول 3 سنين 4 سنين في حياتهم، وتشيز ده على فكره حاجه متحضره جدا، عبال ما تخلص اقساطك وتعمل بيتك الحلو ويبقى وظيفتك اتثبتت ومعاك فلوس عشان العيل اللي جاي لما يطلب منك حاجه ما تقولوش لا اصلي معيش وتعلموا صح وكده. فافرض ان هم قرروا 3 4 سنين ما يخلفوش، في خطوره من منع الحمل ان هو ما تحملش الست؟ لا يا فندم خالص، حتى يعني الحاجه الوحيده اللي بنتكلم عليها ساعات شويه من الحاجات اللي هي بيبقى فيها هرمونات ممكن تاخر حمل شويه، لكن مش ان هي تمنعه او تعمل عقم، ده ما بيحصلش، ما بيحصل. لا, 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 لا اي استعمال لا لا أي ممكن نتاخر بس الحمل. يعني ماكسيمم 6 مانثس مثلا بتحصل، ده حاجه ليها ريليتيف يعني حاجه نسبه صغيره جدا، يعني ده مش كل الناس بيحصل، في ناس اول ما بيطلع حبوب منع حمل بيحملها على طول خلاص، دي ده حاجه بتبقى بسيطه قوي اسمها بوست بيل امينوريا، حاجه يعني بيجي لها كده بعد الـ ما بتاخد ليها راس منع الحمل بيجي لها ساعات كده بس فتره بعد 6 شهور بس الدوره بتلخبط وبعد كده بترجع كومبليتلي نورمال تاني، عقبال ما مفيش اي سايد افكت لاي مانع من موانع الحمل، وبتاخد حاجه يعني تنشيط تبويض بجرعات تافهه جدا تلاقي نفسها رجعت كومبليتلي نورمال، حاجه يعني لا تذكر يعني. انا كنتش احب اقولها يعني بس السؤال جه صريح عشان ما بحبش بس ان انا يعني اخوف حد من ان انا استخدام وسائل منع الحمل، حاجه مهمه جدا ان احنا في دوله فيها مشكله في تعداد السكان واقتصاد، وعشان احنا كتير احنا لازم نستخدم وسائل دايما انا بقولها ودايما ما بصدق الاقي دكتور نسا ولادة معايا عشان اثير هذه النقطه، ان احنا صحيح كتير قوي بس مش مهم ما نبقى كتير، وانا مستريح ماديا وحاسس ان انا هسعد الولاد اللي جايه دي اخلف ما اخلف ان شاء الله نبقى 900 مليون، لكن انا نفسي عندي قصور فإن أنا أعيش ولادي كويس لعني ما خلفت ولا جبتهم أساسا. أنا فاهم حضرتك، هو تفكير معين عندنا للأسف بس في المجتمع كده، إن هو إن الخلفة كتير العزوة دي حاجة مهمة وأهم من الواحد يبقى زي ما حضرتك بتقولي prepared كويس معاه، عارف يعلم ولاده، عارف يعني يعيش كويس، يعني دي أهم من أي حاجة، أحسن يعيش طفل يعيش سعيد أيوة مش على طول جعان، مش على طول عايز حاجة ومش عارف تجيبها له، صحيح. متعلم وحش يعني. صحيح، هو ده اللي بنتكلم فيه. فإذا مفيش مشكلة في حكاية منع الحمل لفترة طويلة؟ لا خالص حتى. خالص. طيب في حاجة اسمها الحقن المجهري. تمام. ما هو الحقن المجهري وإمتى بنتعرض إن احنا نلجأ له يعني؟ تمام. طب هو الحقن المجهري ده نوع من أنواع طبعا اللي هو التخصيب المساعد أو اللي هو الارتفيشال ريبرودكتيف تكنيكس، ده حضرتك تعرفي أطفال الأنابيب؟ ممكن تسمع عنها؟ اسمع عنها طبعا بس ما اعرفش ازاي انا اقول لحضرتك على كل هي دي اللي كان التطور بتاعها، يعني هي التكنيك الجديد اللي بيستخدم هي دي حقن، دي اللي هي طفل انابيب هي الحقن المجهري بس تكنيك جديد. هو الاطفال الانابيب العاديه طبعا هو بياخدوا اللي هو السائل المنوي وبيسحبوا البويضات طبعا بره الجسم وبيخلوا الحيوانات المنويه تلقح البويضات دي خارج الجسم في ميديا يعني. تمام. الحقن المجهري مختلف ان هو بياخد كل بويضه ويحقن جواها حيوان منوي واحد، زي نفس فكره الحقنه كده كانه جاب حيوان منوي وراح مدخله جوه البويضه، فده حسن اللي هي الريتس بتاعه الحمل وان الحمل بقى احسن. بتاخدوا الحيوان المنوي من الراجل، الزوج. طبعا الزوج اكيد انا فاهم، وبتحتفظوا بيه في اللاب، بتعملوا عمليه للست. بالظبط، هي الست بتقعد تقريبا في حدود شهر شهر ونص بتاخد علاج، بتتبهدل حقن طبعا، يعني هي بتبقى حقن الاول نوع من انواع الحقن بيفصل التبويض عن الدوره خالص، او نتاكد الاثنين عشان ما يحصلش تبويض واحنا مش يعني كنترولنج الموضوع، فاحنا بنستنى التبويض لغايه الوقت اللي احنا عايزينه، بنديها بعد كده منشطات تبويض عشان يطلع بويضات كتير، مش احنا عاده في الشهر بتطلع بويضه مثلا حاجه زي كده، احنا محتاجين عدد كبير من البويضات عشان نجاح العمليه يبقى اعلى.
ان هو طبعا اي حاجه بتتم خارج ليه الجسم. ليه قلت بتتبهدل الست؟ بتتبهدل فيه؟ بتاخد يعني بس كتير. نقول بس يعني هي طبعا، لان يعني هقول لحضرتك على حاجه، نفس فكره ما حضرتك كنت بتتكلمي على ان الزوج ساعات بياخد الموضوع على نفسه قوي، ان هو لو في بروبلم ما بيبقاش عايز يعمل يعني سائل منوي، تحليل، حاجات زي كده. الحالات اللي بتبقى عندها مشكله في الزوج هي من الحالات اللي بتعمل فيها الحقن المجهري، تمام؟ فالعلاج بياخد كله، يعني كل الزوجه هي اللي بتاخد كل العلاج في الاخر، الحقن كلها وكل حاجه، والزوج ما بيعملش حاجه ان هو بيسيب العينه في الاخر. فمع الوقت لما بتفشل العمليه الماكسيمم ريت بتاعها او السكسس بيوصل ل 45%، ده لاسباب يعني خارج ارادتنا، ويعني حاجه من عند ربنا يعني. فلما بيحصل فشل في الاخر، فتلاقي الكابل اللي كانوا جايين لك في الاول بيتكلموا على ان هي مشكله الزوج، بيبدا يقول لك طب هو الاجنه ما تسقطش عندها ليه؟ هي بيسقط البويضات عندها مش كويسه، ما تلقحتش. فبنلاقي ان الموضوع انا في حاجه تانية خالص للاسف، وهي بتبقى حرام فعلا اخذت، يعني واحده بتاخد ديلي مثلا 2 انجكشنز، حقنتين في اليوم. بس هو الحمل كمان مش فيزيكال، يعني حتى لو قلنا ان هي هتستحمل شويه بين او وجع عشان تحمل، في كل ستات كتيره مستعده تستحمل كده، هو الضغط النفسي بس. هم بيبقوا حاسين ان هم لفوا كتير، وتبقى دي اخر المطاف عاده، ان هي دي بتبقى ده علاج. نجاحها قد ايه؟ طبعا هي بتوصل الماكسيمم 45%، بس ده حلو، ده يعتبر كويس. احنا زمان كنا بنتكلم في 30%، ده الكلام ده مثلا من 10 سنين او حاجه زي كده. 30%. طب انا عايز اسال سؤال، احنا الشعب نسبه العقم فيه قد ايه عموما، ولا ما عندكوش درايه؟ انا بصراحه ما عنديش دراسه كابيديميولوجي، بس هو المفروض بقول لحضرتك يعني بعد سنه من العلاقه الزوجيه اللي هي بتبقى يعني ريجولر، بيبقى المفروض 10% بس من اي ماريد كابل هم اللي ما بيحصلش معاهم حمل. فاحنا بنتكلم على 10% بس من المتزوجين بعد مرور سنه عن ومش كل دول بيعمل حقن مجهري. 90 مليون بالظبط. وبعدين مش كل دول بيعمل حقن مجهري، ده بيبقى مثلا مشكله في الزوج، مشاكل متعدده كده ممكن تبقى موجوده، تبويض، ممكن يبقى مشكله في الانابيب بتاعت القناه. طب تنصح الست مثلا اللي هي لسه ما اتجوزتش او حاجه، يعني لسه انسه وكده، ايه المشاكل اللي ممكن لازم تلحقها قبل ما تتجوز، او اي حاجه حصلت لها فلازم تعالجها سريعا؟ اهم حاجه طب ممكن بس ناخد تليفون من نهى، وسؤال مهم قوي. نهى الو، مساء الخير. مساء النور يا نهى، ازاي؟ الو، ايوه حبيبتي، اهلا يا نهى. لو سمحتي بس انا كنت عايزه اكلم الدكتور اساله. اتفضلي. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا بيجيني قبل البيروت كده بيبقى حرقان، وبرده الايام اللي تليها بعد ما تخلص برضو نفس الحكايه، بيبقى حرقان ووقت الجماع. لا حضرتك، هو الحرقان ده يعني مثلا في دخول التويلت، ولا ده ليه دعوه بس يعني ده وجع؟ نعم. يعني وجع في جوه في البطن نفسه، ولا حرقان خارجي في المهبل؟ لا يعني حرقان من تحت في المهبل من تحت. طيب هو خلاص، اوكي، متشكر يا فندم. هو يعني دي حاجات طبعا دي مش مشكله قوي، مشكله اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها يعني، بس طبعا. يعني يعني هي المشكله لما بيبقى في حاجه زي كده، واحنا بنعمل تحليل مثلا اللي هو كومبليت يورين اناليسيس، تحليل بول كامل، بنشوف اذا كان في صديد ولا لا في اليورين او اللي هو كده، عشان بس نتاكد ان مفيش التهاب في المسالك البوليه، وفي نفس الوقت افرازات، لو في افرازات او حاجه زي كده لازم تتعالج. هو ده برده بيعمل مشاكل، هو ده من الحاجات اللي كنت لسه اقول لحضرتك عليه، اللي هي لو في واحده لسه مش متزوجه وعندها بيجي لها افرازات مهبليه كتير وليها رائحه مش كويسه، او بيبقى معاها اتشنج او شويه هرش او كده من تحت، لازم تسيك اوت ميديكال ادفايس، تروح للدكتور، عشان كتر الالتهابات ولو هو مش متعالج بيعمل بعد كده نوع من انواع الالتهاب المزمن اللي بيتنقل بقى في الجهاز التناسلي بتاع الست، يعني الاول يبدا في المهبل كده، يبقى يمسك في عنق الرحم، يطلع في بطنه الرحم، وفي الاخر ينتهي بيه خالص ان هو يقفل لها قناه الفالوب، اللي هي بيقولوا عليها يعني بالعاميه يعني الانابيب. يعني ده من ضمن الحاجات اللي هي لازم الست تكشف عليها طبعاً. قبل. طيب معانا الاستاذ محمود. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك. اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي سعادتك، وانا اعزي جميع المصريين، واعزي الشرطه والجيش، وبقي في حياتهم لجميع الشهداء الذي الشرطه والجيش. سعادتك، دلوقتي انا عندي عمليه المجهري، وفي مستشفيات بتكلفها ب 15,000 و20,000، وانا حالتي الاجتماعيه تعبانه، يعني ما معيش الا 2000 جنيه او اكثر. طب ادلني ان اعملها في اي مستشفى ما تكلفش زاد عن 2000 او 1000، وجزاك الله خير، يعني لو تليفونك او اتعامل مع اروح اي مستشفى حكوميه. ممكن يروح القصر العيني يا دكتور؟ القصر العيني والازهر الحسيني الجامعي، الاثنين فيهم القصر العيني بيعملها ب 2000. لا بالظبط بالظبط، قد ايه حضرتك بقى هناك؟ اللي هو بيبقى فيه اللي هي الادويه ده هم ما بيقدروش يصرفوها
يعني ببلاش، حضرتك بتشتري الادويه، يعني هي ممكن يعملوا لك تخفيض في العمليه نفسها كبروسيجر يعني كعمليه تخدير وكده، لكن الادويه حضرتك لازم هتشتريها طبعا، هم مش هيقدروا يعني مش بيوزعوها يا فندم. تمام نكمل يا دكتور. اوكي فبس كنا بنقول بس ان هو بقى يعني بيحصل بقى حاله التهاب مزمن في الجهاز التناسلي بتاع الست او المدام اللي جايه حولها، وده بيحصل بعد كده بقى المضاعفات بتاعته كتير. ايه تاني ممكن الست تاخد باله من البنت يعني قبل الجواز؟ زي ما قلنا ان اذا كان البيريد بتتاخر عليها لفترات كبيره، يعني هو طبعا في اللي هو حاجه اسمها تكيسات على المبيض، دي غير اكياس على المبيض، لان هو احنا عندنا مشكله جامده جدا ان احنا عندنا اختلاط ما بين الامرين، لا واحده في واحده بيطلع لها كيس على المبيض، ده كيس ده ممكن يطلع حميد، ممكن يطلع حاجه تانية لا قدر الله، بس احنا مش هي دي قصتنا، بنتكلم عن التكيسات على المبيض. دي بتبقى ان بيحصل ان الدوره بتتاخر باكثر من 35 يوم وما بيبقاش فيه تبويض عامه، دايما البويضات توصل لغايه المرحله اللي هي قبل التبويض وما يحصلش تبويض، البويضه ما تخرجش بره المبيض، فده طبعا بيعمل لها بقى اللي هي مضافات، اللي هي دي اكتر واحده بتستفيد من الايه من تنشيط التبويض، وبيبقى تنشيط تبويض عادي خالص ومتابع تبويض وبتحمل عادي، فبيبقى معاها بس شويه سيمتومز ثانيه او ظواهر تانية بتظهر لها، بيبقى عندها مثلا الشعر كثيف شويه في الاماكن اللي هي غير عاديه شويه ما بين الثديين على البطن اللي هي المنطقه بتاعه الرقبه، فدي يعني لو في حد عنده المشكله دي يحاول يحلها طبعا قبل ما يوصل لمرحله اللي هو الزواج، وبعد ما يتزوج يشوف ان في مشكله، هو يعني ده من الحاجات اللي ممكن برضو يعني الواحده اللي لسه ما اتجوزتش تاخد بالها من القصه دي. تمام معانا تليفون مدام وفاء. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. انا متلخبطه معلش، انا اول مره اشارك في برنامج. طيب اتفضلي سؤال حضرتك ايه سؤالك؟ انا عندي مشكله، انا متجوزه من 6 شهور. ايوه. وحصل حمل وسقط يعني نزل بعد اسبوع من الحمل. تمام. ومن ساعتها البيريود اتاخرت لمده شهرين، وبعد كده رحت للدكتور قال لي في حاجه اسمها ليفه في الرحم على جدار الرحم، وقال لي لازم نعمل منظار عشان نشيل الليفه دي لان هي دي سبب السقط. تمام يا فندم. هو حضرتك هتستفيدي من كذا حاجه. خلاص شكرا ميرسي. انا شكرا ميرسي يا مدام وفاء. اسمعي رد الدكتور. هو السقط اللي هو اللي بيبقى سببه زي ما المدام بتقول اللي هي فايبرويد، قصدها على ورم ليفي في الرحم. تمام. ده مشكلته ان هو بيبقى ممكن يعمل سقط متكرر، بس عاده ما بيبقاش في اول حمل كده، يعني هو ده يعمل حاجه من اتنين، يا اما ما يبقاش في حمل اصلا لان هو بيبقى موجود في مكان اللي هو بيخلي الجنين ما يلتصقش بطنط الرحم، يا اما ممكن يعمل بعد كده اللي هو سقط متكرر بس يكون بعد اول 3 شهور. فده بيجي من ايه؟ لا ده موجود عند 30% من السيدات، وده حاجه بناين يعني حاجه حميده ما فيهاش اي مشكله خالص، ما يظهرلوش مشكله الا لو ضغط على بطنه الرحم، وده اللي انا كنت عايز اقوله لها. يعني انت لازم بقول لها لازم تعمل اشعه اللي هي ثلاثيه الابعاد على بطنه الرحم عشان تتاكد ان الورم الليفي ده مش ضغط على بطنه الرحم، لان زي ما بقول لحضرتك 30% من الستات تقريبا عندهم اورام ليفيه ولا يدروا ان هم عندهم اورام ليفيه. ايه الورم الليفي ده؟ ما عايز اعرفه ايه ده بيحصل. عضله يعني هي حضرتك الرحم ده عضله. تمام. فبتبقى بيحصل زي مثلا اللي هو الكيس الدهني مثلا اللي بيطلع في السكين بيطلع. تمام. في الجلد حاجه عرضه كده بتحصل وملهاش اي اضرار خالص الا اذا ضغط على طنط الرحم بس. فهي انا من اللي حضرتك بتقوليه انا شايف هو طبعا ممكن حد يبص على الرحم بالسونار ويشوف ورم ليفي وهي سقطت مره فيقول لها لا انت تشيليه، وبعدين هو انقطاع الدوره شهرين بعد السقط ده حاجه طبيعيه جدا، ده زي حضرتك عارفه زي النفاس بالظبط. في واحده ولدت بتقعد 40 يوم عقبال ما الدم اللي بيفضل ينزل عليها ده بيقف، فانت حضرتك لما بعد السقط ما اكيد بيقعد تقعدي شهر او شهرين قبل ما الدوره تنتظم، دي حاجه طبيعيه. انا انصح حضرتك ان انت تعملي اشعه ثلاثيه الابعاد على بطنه الرحم عشان اتاكد ان الورم الليفي اللي الدكتور شافه ما هوش ضغط على بطنه الرحم، لو ضغط على بطنه الرحم شيليه، بس انت غالبا هيكون عندك اعراض قبل القصه دي، غالبا هيبقى عندك البيريود بقت زياده عن الطبيعي، مثلا بدل ما كانت بتقعد 3 ايام بقت بتقعد دلوقتي 5 أو 6 ايام، فما اعتقدش هو ان الورم الليفي ده هو اللي عمل لك السقط اللي حضرتك بتقولي عليه خالص. طيب معانا تليفون تاني. الو. 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 ايوه. كنت عايز دكتور على حاجه. اتفضلي اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا قبل ما اتجوز والبيريود بتجيلي كل 21 يوم بس بتقعد 8 ايام، وبعد كده بتخلص وبترجع تيجي تاني بس بتيجي تعب شديد خالص، فبعد ما اتجوزت خلفت على طول. فجبت ولد، بس يا دكتور عندي التهابات غير طبيعيه،
استخدمت لها البوس كتير وحاجات كتير بس ما مش نافع اي حاجه. وبعد كده رضعت 6 شهور بس برضه كانت بيريود بتيجي كل 21 يوم، بس ما خدتش وسيله خالص، بس ما حصلش حمل. بس الدكتور الثاني اللي هو البرشامتين اللي هم مع بعضين دول هم بينشفوا هرمون الدم وهرمون اللبن لبن. ويدهمني خدتهم لمده 2 أسبوع حصل حمل. حضرتك ابنك او بنتك عندها كام سنه؟ عنده 2 سنين. سنتين. حضرتك والده طبيعي ولا قيصري؟ لا قيصري. قيصري. شكرا يا فندم. شكرا. هو طبعا هي انا كنت هتكلم على العوامل اللي هي ممكن تقفل اللي هي قناه الفالوب. هي عندها 2 منهم، اللي هي الالتهابات الشديده اللي هي بتقول عليها، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان هو يبقى فيه التهاب مزمن دخل الجهاز التناسلي بتاعها ويقفل لها اللي هو الفالوبيان تيوبز او الانابيب. وهي برضو والده قيصري. هو طبعا ان شاء الله عاده اللي بيقولوا قيصري ما بيحصلوش مشكله، بس في اي يعني احوال بسيطه قوي، فتح البطن، اي فتح بطن زي ما واحده ما تعمل زايده تعمل قيصري، ممكن يحصل شويه التصاقات مع فتح البطن تقفل الانابيب. بس انا اعتقد اكتر في الحاله بتاعه المنام هو الالتهابات هي اللي عامله المشكله دي. طب هي الحل قدامها ايه؟ هي عايزه تخلف تاني؟ عايزه تخلف تاني. فهي اخذت حاجات تنشف اللي هي كانت بترضع، فيظهر كان فيه لسه يعني صدرها لسه فيه افرازات لبنيه، فاخذت حاجات توقفه. يعني هو نصيحتي ليها ان هي تعمل اللي هي اشعه بالصبغه دي، هتورينا كل حاجه. يعني هي ما هياش حاجه انفيسيف، مش بروح اعمل لي منظار مثلا او حاجه زي كده، هي ابسط التحاليل هتروح تعمل اشعه بالصبغه في اي مركز اشعه، خلاص بيحقنوا لها صبغه في الرحم، والصبغه دي بتعدي من قناه الفالوب. لو سالكه الصبغه بتعدي، قناه الفالوب مقفوله بالتهابات او حاجه زي كده مش بتعدي، وساعتها يبقى هي لها عليك حقن المجهري بقى ساعتها. هو ده يعني حلها الحقن المجهري. لو طلع ان هي احنا دي السكه الوحيده ما بين المهبل لغايه المبيض والبويضه هي قناه الفالوب. فلو هي قناه الفالوب دي اتقفلت، فاحنا خلاص بقى الحيوان المنوي بيوصل لغايه الرحم ما يعرفش يوصل لغايه البويضه، فخلاص احنا ساعتها هنضطر نخرج البويضات بره والسائل المنوي بره، نلقحهم ويعملوا اجنه، وبعد كده ناقلين الاجنه دي جوه الرحم تاني. حلو قوي، يعني كده برضو فهمنا الى حد كبير. طيب الستات اللي بعد الـ40 تنصحهم ان هم يخلفوا ولا لا؟ بعد السن ده للاسف بيبقى هو مبدئيا الحمل اصعب خلاص، لان هو بيبقى ليه دعوه بمخزون البويضات. يعني هو يعني كل ست في الدنيا بيبقى ليها مخزون معين من البويضات في جسمها، وبيفضل كل شهر بيطلع كذا بويضه، واللي يعني بيوصل على سن معين بيبدا الكواليتي بتاعه البويضه اقل من العادي. يعني الكواليتي بتاعه البويضه او الجوده بتاعه البويضه اللي طالعه عند واحده عندها مثلا 40 41 سنه غير اللي طالعه عند واحده عندها 25 26 سنه. تمام. فمع يعني بيحصل طبعا اولا ان الحمل بيبقى اصعب بكتير، معرضه اكتر للسكر الحمل والضغط والتشوهات طبعا بقى، ممكن يحصل ان البيبي يبقى فيه تشوهات. بس دلوقتي بيقولوا انه دلوقتي نعمل سكريننج اذا كان البيبي. كويس. طب احنا معانا تليفون عشان الفقره قبل ما تقول. ايوه لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي اسماء، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. انا كنت حامل بعد جوازي 3 شهور وكان حمل خارج الرحم. تمام. ومن بعدها ما حصلش حمل ثاني. عملت تحاليل هرمونات وعملت اشعه بالصبغه 2 واشعه بالصبغه 3 عندي كويسه، وتحاليل هرمونات 3 عندي كويسه، وجوزي برضه عمل تحليل حيواني المنوي. طبعا الحيوانات المنوية عندي 90 مليون والحاجة كويسة بنسبة 60%. حضرتك عادي كام سنة؟ أنا عمري 25 سنة وكنت متجوزة عمري 21 سنة. تمام. احنا دلوقتي الحمل خارج الرحم ده الأشعة بالصبغة أنت عملتي فيه يعني تشال الأنبوبة اتشالت ولا ما اتشالتش؟ الأنبوبة ما اتشالتش كلها، اللي اتشالت الجزء بس اللي فيه اللي كان فيه الحمل. طب يبقى يستحيل ساعتها حضرتك الأشعة بالصبغة تبقى كويسة، أنت جزء من قناة الفالوب اتشال، فأنت عندك فيه ناحية حصل فيها يعني تعتبر مش شغاله. بالنسبه للناحيه الثانيه بقى، وحضرتك لما جيتي تشيلي الحمل خارج الرحم كان حصل نزيف داخلي جامد؟ لا ما حصلش نزيف داخلي، لان انا كدكتوره اكتشفت لي الحمل قبل ما ينفجر. طب ده جميل جدا. عملتيها بالمنظار ولا عملتيها فتح بطن؟ لا عملت عمليه قيصريه، ما عملتش بالمنظار. فتح بطن برضه. طيب هو بالنسبه لحضرتك خلاص ميرسي.
هو طبعا بالنسبه للمدام هي مشكلتها برضو رجعنا لنفس القصه اللي هي قناه الفالوب which is a very common problem. هي تقريبا 40% من ال 40% من الحالات بتاعت اللي هي الفيميل فاكتور او الزوجه المشكله دي في الزوجه. هو علاجهم بيبقى حقن جاري. هو للاسف هي عندها ناحيه بايظه خلاص او اتشالت لان حصل فيها حمل واتشالت الناحيه دي او اتشال جزء منها كنا نتكلم جزء منها فخلاص هي مش شغاله ده اكيد. الناحيه الثانيه بقى هي وحظها بمعنى ان احنا حصل فتح بطن وممكن يكون حصل التصاقات على حسب يا اما بقى هتستنى التبويض اللي يحصل من الناحيه بتاعتها بس ان هي طبعا مش هتستفيد من التبويض اللي يحصل الناحيه الثانيه لان الناحيه الثانيه مقفول. وانا عاده التبويض بيالترنيت او بيجي مره يمين ومره شمال في كل شهر يعني مور اور لس يعني. فاللي هيطلع من الجزء اللي هي في المتشال عندها مش هتستفيد منه فلازم هتبقى بتابع تبويض عشان تعرف الشهر اللي هيحصل فيه التبويض من الناحيه دي. تمام. بس لو هي بتقول ان هي بقى لها فتره كبيره يعني 4 سنين او حاجه زي كده انا انصحها برضو ان هي تعمل حاجه زي الحقن المجهري ان احنا هي دي البروبلم وصلنا ان احنا الانابيب مقفوله. هي لو كان ما فيش بروبلم كانت حملت. فهي غالبا حتى لو الصبغه طالعه ان هي بتطلع يعني او بتعدي بس موست بروبلي في فانكشنال بروبلم او مشكله في الوظيفه بتاعتها حصل صحيح ممكن هي ممكن بتعدي صبغه بس خلاص مش شغاله كويس يعني ما بتعرفش تودي اللي هي البويض عشان تقابل السائل المنوي. فيعني طالما الوقت اتاخر قوي كده ممكن تتابعي تبويض شويه بس لو حصل ان انت ما فيش حمل بعد مثلا 6 شهور من متابعه التبويض انا انصحك ان انت تروحي يعني حقن مجهري عشان ما تضيعيش وقت كتير. ونسبه نجاحه 40%. بالظبط بالنسبه في الحالات دي بالذات اللي هي الحالات اللي هي بس مجرد تبقى واحده صغيره في السن وزنها مش كتير لان طبعا الوزن الزايد بيقلل التبويض شويه. وزنها كويس سنها صغير السائل المنوي كده بتقول عليه كويس. الوزن الزايد اللي هو وزن قد ايه زايد عن وزنك تبتدي تقلق وتحس ان هو بيقلل. احنا بنحسبها بحاجه اسمها البودي ماس اندكس يعني هي بتبقى ليها دعوه بالطول هي يعني اكتر هي ممكن واحده تبقى طويله قوي وزنها اللي هو المقاييس بتاعه التخن والرفع الطبيعيه بالظبط بالظبط اللي هي بالظبط لو زاد عن قد ايه وزنك تبتدي تقلق وتحس ان انت السبب في مش الوزن احنا اللي هي فوق البودي ماس اندكس اللي هو بقى اللي كده من فوق مثلا اللي هو 25 26 بيبدا اللي هي ان يبقى الدهون في جسمها اكتر من يعني مش مفروضه على الطول بتاعتها. تمام. بس فدي اللي بتبقى هي دي اللي بتقلل طبعا بتقلل لان هي بيطلع الهرمونات بتتلخبط لان هو الفاتس في الجسم بيطلع هرمون الاستروجين فده ممكن يعمل انهيبيشن شويه اللي هي الغدد ويخلي اللي هي الهرمونات ما تطلعش بشكل صحيح يعني بيحصل. كلمه اخيره يعني تقول ايه للستات اللي هم متاخر الحمل عندهم قد ايه النفسيه بتاعت الست بتاثر واحساسك انت عايزه تخلفي باي طريقه ده بيخليكي ما تخلفيش. ده حاجه صح نصح حضرتك زي ما بقول كده يعني يا جماعه اعتبروه هونيمون مهما طال او قصر يعني هنمشي يعني في تارجت قدامنا احنا عايزين هنمشي ورا الانفستيجيشنز هنروح لدكاتره هنعمل اللي علينا بس هي حاجه في ايدين ربنا في الاخر فما الواحد ما يقعدش لان فعلا الضغط النفسي اللي بيمارس على الكابلز غير طبيعي. هما لو سابوا الامور بطريقه طبيعيه وبس فولد اب الانفستيجيشنز بتاعته هيوصلوا للراي الصحيح في الوقت اللي هيناسبهم ان شاء الله. دكتور احمد كامل بنشكرك جدا على وجودك معانا ميرسي قوي على المعلومات القيمه ويا رب الجمهور يكون استفاد من المعلومات الحكايه دي. ثانك يو فيري ماتش جدا. هننتقل لفاصل ونرجع وضيفنا استاذ دكتور شورى يوسف ابقوا معنا.